مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم المسيان. مثل ما عودناكم دائما نجرب طرق جديدة في الصيد مع انه اخذه بريان. راح نشوف شو راح نسوي في هذه الحلقة، خليكم معنا. اليوم اجواء الصيد اجواء عالمية، وراح نشوف انه اخذه بريان لوين راح يودينا. يا مرحبا بك. هلا ابوي، حياك الله. هلا والله بريان، مع هالاجواء الحلوة اللي نحن ياسين فيها الحين، خبرنا اليوم شو راح يكون صيدنا وروح ان شاء الله اليوم طلعتنا اصلا مختلفه. طلعتنا مختلفه اليوم صيد المسيان. اظني الهواء والنواخذ والصيادين يحبون حزه الصيد، يعني الوقت هذا زين. خبرنا اكثر عن صيد المسيان بريان. المسيان شو الاشياء اللي شوف المسيان وقت قبل الغروب. هذا وقت يعني يكون قريب ما تغرب الشمس، ها وقت المسيان. هني السمكه تكون متنوعه وتكون متواجده، يعني تكون متواجده لان من بروده البحر او دفوه البحر تكون شويه السمكه متواجده ان شاء الله. متى توقيت المسيان بالضبط بريان؟ يعني قبل الغروب بساعه 45 دقيقه تقريبا. يعني قبل الغروب نقول بساعه. بساعه تقريبا. زين بريان، تختلف طريقه صيد المسيان؟ لا ما تختلف، نفس الخيوط نفس الميادير. يعني الترديع العادية، الردع العادي أو الريش أو نفس الخيط اللي بتستخدمه 70 أو 80 والبلد نفس الشيء نفس الشيء، بس اللهم الاختلاف هو اختلاف الوقت أنه قبل الغروب، يعني هاي يسمونه وقت المسيان اللي متعارف عليه وقت المسيان. زين بريان، نتكلم أكثر عن صيد المسيان، يعني من خبرتك وطلعاتك الكثيرة لصيد المسيان، أكثر الأسماك اللي تتواجد في هذا الوقت شو هي؟ شوف أخوي عمر، الأسماك تتنوع في المسيان، وأحسن وقت محبب للصيادين مسيان، لأن هني ترعى السمكة ترعى. ولاحظ أخوي عمر، حتى الهيالة متى ينزلون في المسيان؟ ليل بالليل، يعني هاي وقتها. حتى صيادين تشوفهم أكثر شيء يحبون هالوقت، يعني تتنوع السمكة فيها. يعني يعني هذا الوقت هو مناسب لكل الاسماك، كل يعني شو ما تبغي في هذا الوقت تقدر تصيد اذا عندك قوه تقدر تصيد، لانه ترعى السمكه بهالوقت. زين بريان، انت قلت انه بعد نقدر نستخدم اكثر من طريقه في الصيد في هذا الوقت. اكيد تقدر. شو السبب ليش ما نستخدم طريقه واحده؟ لان هاي مسيان، لان ترعى، لان السمكه تاكل. واحنا الاكثر الاشياء جربناها الترديع العاديه، الريش، والحمد لله متوافقين فيها. يعني احنا جربنا نوع متوافقين فيه نيب سمك، ليش نغيرها؟ احنا حيين حق الصيد، يعني حق السمك. حلو. الترديعه هذه او الطريقه هذه احنا محصلين فيها سمك والحمد لله نستمر عليها. حلو، يعني احنا راح نجرب اكثر من ترديعه، راح نجرب اكثر من خيط. اكثر من الخيط نفسه 70، بس يعني طريقه الترديعه اذا كان بريش ولا بدون ريش. اليوم عقابا لك بريان راح اصيب السناره. لا دخيل، خلها بعيد علي انا، خلني بطريقتي المفضله احسن بريان. انا شو بقول اخي، احسن طريقه للمسيان الطريقه البدائيه وهذه. زين بريان، انا لاحظت ان اكثر صيدنا هو بالخيط والميادير والطعم، ليش ما نستخدم نحن في المسيان؟ بما ان نحن نستغل ان قاعدين نجرب اكثر من طريقه، ليش ما نجرب الليخ؟ شوف اخوي، انا ناخذه اتولت على الخيط وطلعاتي كلها خيط، وفي ناس عندهم الدوابي طلعتهم كلها دوابي، وفي ناس الليخ، وفي ناس الطرق الممنوعة. أنا عندي الخيط هو أهم شيء عندي، يعني أنا طلعت من عرفت البحر أنا على الخيط، وفي ناس من عرفوا البحر على الدوابي، في ناس عرفوا البحر على الهيال، في ناس عرفوا الضغوة بالبر. زين بريان، أشوف يعني بعض الصيادين والنواخذة يكون عندهم ضغوات ويبون يستخدمون الليخ ويبون صيد الحمد لله صيد وفير، ويكون عندهم طرق معينه في الصيد حتى. اكيد يعني الهياله لها طريقه تختلف عن صيد السناره او الخيط العادي، لها وقت، والليخ تمده من كم من متر، مقدمه الليخ مؤخرا، ويجيك طرات كيف توقفه، ليقص ليخك، الدوابي وين تفر، تخزن الدوابي وين. اول كان الدوابي على البويه فوق، الحين كله غطاسي. هاي كلها طرق، كل طريق، يعني كل شيء له طريقه. يعني التجهيزات تختلف هنا بريان عن الدوابي؟ شو تجهيزاته؟ دوباي حديد، لقاعده، لفتحه، تحطي طعم داخل،
تدش السمكه ما تقدر تطلع، الهياله على طول متر كم متر السمكه اللي تجي بالمايه تلزق بالهذا. احيانا اخوي عمر انا طلعت هياله مع حد من الشباب اللي رسب تحت من زود السمكه، رسى يعني نزل تحت من زود ثقل السمكه اللي جبناها ما شاء الله تقريبا فوق 200 حبه تقريبا قبابه ما شاء الله 200 حبه. تخيل انت يعني احس الضغوات بالليخ وال هذه الطرق تحتاج اكثر من طراد، تحتاج لا اكثر لا طراد من واحد بس طراد واحد اكثر من ايدي، يعني لازم يكون عندك انت عاملين ثلاثه عشان انت بسرعه الاستجابه بسرعه الحركه وكذا بروحك تتعب تدري لدين وحده ما تصفق. صح زين بريان، خلينا نتكلم عن اكثر الطرق اللي يطبقونها الصيادين في المسيان. حداق والهيالي. الحداق والهيالي. والهيالي زين، شو الفرق ما بينهم؟ الحداق بالخيط، الهيالي بالليخ. بالليخ انا يعني ابسل متى نقدر راحتك انت اهم شيء انا هذا اللي بسأل من قبل بسألك متى نقدر نستخدم اليريور؟ شوف اقول لك اذا ياكل يريور ترى اذا انت بتيريور بسمك يريور. يا سلام بس شو لك باليريور؟ خلنا يا ابوي على هذا اليريور اذا جبته الله يعينك. زين سحبته غير مسموه يريور، سحبته غير. ترى هذا اللي بعرفه ابو ريان، شوف يعني اليريور يجيك اليريور دائما له اشياء مختلفه، شوف اليريور لها اوقات معينه. شوف احيانا اليريور انا يبنى يا ريت هاي السوالف هذه يبناها وين اظني 40 ميل كنا فارين حق شيء اظني حق يودره، ضربت اليريور كل اليودره عنه يبناها. يا سلام اليريور يبناه كل اليودره عنه يبناه. اليريور نقدر نستخدمه بريان في تخيل المسيان. تخيل ما قدرنا نيبه طراد ساحبينه من البحر للبر. يا سلام من حجمه هذا؟ من حجمه. طريقة السحب تختلف بريان في أكيد. احنا ما اقول لك ما سحبناه، خلينا شوي يبناه بفت يبناه كم من باع يعني وخلينا وشفنا شوف اقول لك اليريور من يضرب خلاص ما يفتك. حلو ونسحبه. انزين نرجع شوي لأجواء المسيان وصيد المسيان والأسماك اللي تتوافر فيه، نبي نتكلم أكثر عن التجهيزات اللي لازم نجهزها لهذه الطلعة. شوف أخوي أول شيء يعني نطلع فترة مو بالظهر كالعادي، طلعنا العادي أحيانا الظهر الحين نتأخر شوية، إن مسيان وقت المسيان اللي تقدر لنواخذه إنك تكون واصل وفار الخيط، مو بإنك أنت واصل والحين تنتظر تقط الباورة لا تكون فار الخيط خلاص وقت المسيان. يعني في اسماك متنوع مثل الهامور مثل الصال مثل المعوز الشعري القد سلطان ابراهيم، يعني تحصل نقرور احيانا تحصل. شو تتوقع انه يجيب اليوم بريان؟ انا صراحه اقيمك سلطان ابراهيم. والله كنت متوقع ادري الاجابه قبل لا تقول من عينك. انا متوفر بمنطقتنا سلطان ابراهيم ما شاء الله عليه على كل خيط على كل ليش اسبت حجمها صغير يعني بيجيبها انا؟ لا احنا ما نقلل من شيء بس هي بالكثره، واظني انت سحبت سلطان ابراهيم كانك ساحب لي كان عده. زين انت شو بتجيب؟ انا شو تتوقع انا اقول لك انا توقعاتي معوز وكوفر وصال. سمعنا زين لعبه كبار الحمد لله. حتى شو بقول لك اخوي؟ بقول لك شيء بريان قبلك. انا بقاطعك اخوي عمر انا بقول لك كلمه، انا من اسحب بعد الخيط في الماي بقول لك شو اسمك عندي. زين بعد ما شفتها من النبره الاولى بقول لك فلان عندي السحبه هذه فلانيه. اول شيء الحمد لله ان القسمه مو بيدك. الحمد لله رب العالمين. واللي بتعطيني سلطان ابراهيم وتداخل بالعكس احنا واخذ راضين بحكمه الله. بالعكس هذه فكاهه بيني وبينك، اتمنى انك تجيب الشعري وانا اجيب سلطان ابراهيم ان شاء الله. ان شاء الله بالنهايه يعني لو جبت انا ولا انت اهم شيء احنا اثنين راح ناكله. ناكله اثنين عليك نور. زين بريان يعني مثل ما ذكرت ان التجهيزات تكون للمسيان تكون مختلفه شوي، مثل ما قلت الوقت يكون قبل المغرب بساعه، نجهز خيوطنا نجهز الترديعات الميادير العوق الطعم يعني مثل الطعم هذا اللي كنت بتكلم عنه. الطعم اللي هو العوق والعومه تكون مملحه نفس كالعاده. واحيانا اخوي عمر مسيان اذا عندك صيمه حيه وميوله احسن شيء بقى. يا سلام هي مصاله هني مصاله ومسمونه الكوفر ومسنام موجوده بهالوقت. يعني هذا يتيك فرصه اكبر بالصيد يعني مسيان تختلف السمكه فيها، اذا عندك صيمه حيه يكون احسن لك انت. ان شاء الله نجرب ان تينا
اللي هو كان عندنا صيمة حية. إن شاء الله بنحاول المرات الجاية إن شاء الله. الحين رايحين إحنا بالعوق والعومة ونتوكل على الله إن شاء الله. براين شو رأيك الحين نتوجه للطراد؟ الجو ولا أروع. إن شاء الله الجو راح يساعدنا اليوم. يبشر يبشر إن شاء الله. راح نجيب صيد إن شاء الله. راح تجيب سلطان إبراهيم أنا شو راح أجيب؟ كفر وكنب. شو أقول لك بعد؟ مشاهدينا إن شاء الله راح يكون صيد وفير اليوم مع إنه أخذ بريان. دائما نتعلم من الأشياء الكثيرة وما استغنى بوقفته دائما حذالي في كل الأمور، بسحبة الخيط حتى بترديعة الميدار، يوم أحط الطعم ما استغنى عن وقفاته، دائما يعلمني أشياء كثيرة حبيبي. وراح أتعلم منه بعد أشياء ما تقصي يا بريان. خلكم معنا في هذه الرحلة، إحنا متوجهين على الطراد.